سؤالي بقى بعد هذه التجربة الطويلة، عايز أسأل حضرتك في البداية يعني سؤال مركز، ما مشكلة التعليم في مصر؟ مشكلة التعليم في مصر إن إحنا لم نشخص مجمل مشكلته بشكل صحيح، وبالتالي افتقدنا لآليات الحل. ما عندناش رؤية جماعية للتعليم أو رؤية جماعية للمستقبل، لأن التعليم يعني مستقبل على طول. لو إحنا عندنا رؤية إحنا عايزين إيه في المستقبل من التعليم، يمكن كنا قدرنا نخطط لده. مشكلتنا إن إحنا ما عندناش حاجة بلان كده للتعليم، وبالتالي سريع التغيرات مع كل وزير نلاقي التفاصيل تتوه مننا ونبقى قاعدين بنحارب من أول وجديد. هي القضية في التعليم وفي العالم كله ليست قضية فرد أو وزير أو يعني لا يتغير الأسلوب التعليمي، لا يجي وزير الوزير وكل حاجة، ويبقى فيه سواء سياسيين أو تكنوقراط أو كلها، ما عنديش أي مشكلة، بس يجوا في إطار منظومة متكاملة اسمها المجلس الأعلى للتعليم. يخطط بقى للتعليم كده ونقعد ونشوف مصر المستقبل فيها إيه. من هنا يمكن ده نبعت رؤيتي، إحنا بصين للدنيا شكلها إيه، المستقبل شكله إيه، فكل تفصيلة مفروض نقف عندها عشان كده. طب يعني حضرتك المستقبل هو اللي حطيني أجي لتحت المستقبل بقى. لا حضرتك ذكرتي دلوقتي كلمة مستقبل التعليم في مصر، وذكرتي فكرة المجلس الأعلى للتعليم. إحنا في مصر ما عندناش مجلس أعلى للتعليم. لا يوجد مجلس أعلى للتعليم المصري، إنما كل وزارة ليها مجلس أعلى بتاعها. يعني في حاجة اسمها مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي، في حاجة اسمها مجلس أعلى للتعليم الجامعي والتعليم، المجلس الأعلى للجامعات، وجوه ده بقى في ثلاث برضو أربع مجالس. إحنا مش ده المفهوم، إيه أصله مش مسألة إدارية. طب إيه المفهوم اللي حضرتك بتقصده؟ مسؤول التخطيط والحلم. ويمكن هنا هخرج شوية بره الإطار وأقول لحضرتك مثلا الهند. أنا ليه دايما أقول مثال الهند؟ إن الهند أقرب لينا، عندهم نسبة فقر، عندهم نسب تدين برضو، والتعددية الأديان والروحانيات كمان، عندهم نسبة فقر برضو مرتفعة. أول حاجة عملوها في الهند بعد الثورة بتاعتهم إيه؟ كونوا مجلس، ونهرو رئيس نهرو كتب جملة هي موجودة بالمناسبة، حاطينها هي لما نخش المدرسة نلاقيها، تخشي حضرتك الجامعة تلاقيها. نحن فقراء، لذلك لابد أن نصرف على التعليم والبحث العلمي. هذا الدستور الحقيقة اللي أنت بتركزيه يوم عن تاني جوه عقل الطالب وجوه عقل الأستاذ وجوه عقل المدرس والبحث العلمي، خلاهم يحطوا التعليم والبحث العلمي في المقدمة. بالتالي أصبحوا نمرة واحد دلوقتي النهاردة في الإنتاج التكنولوجي والرقائق، عندهم مراكز أبحاث، في الطب متقدمين. احنا ما حطيناش خطة